يا رب يا رب ان شاء الله. بدايه فين يا كابتن ماهر بقيه التذاكر بتاعتنا؟ ما هو ده السيناريو الكريم. كابتن ماهر ال 7500 تذكره اللي فاضيين على ال 10 اللي توعدنا بيها لازم يعذبونا. سبحان الله ما فيش حاجه بتكمل. يعني الوعود اللي احنا توعدنا بيها والكابتن محمود الخطيب اللي اتكلم في يمكن اكتر من 3 4 بنود منهم البند ده موضوع التذاكر والمصريين دخولهم بنظام وخروجهم بنظام وازاي نحافظ عليهم وازاي نحافظ طبعا على الجماهير المغربيه وازاي نحافظ على اللعيبه. ما هو العدل انت مش بالزبط. طالب غير العدل على فكره بالزبط. انت ما بتقولش اديني تذاكر زياده يعني انا عايز العدل. ده من حقنا كمان ادق ما تبقى من العدل لان العدل وراجل عدم فكره انت بتلعبي في ملعب المنافس مبدئيا فما تبقى من العدل ما تبقى. وخد بالك بقى هو كمان مش هيريحك لان هو برضك عايز يحطك تحت ضغط تحت ستريس. واحنا يعني سبحان الله يعني احنا بقى لنا 3 4 سنين مجلس ادارتنا بالكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني ومنظومه النادي الاهلي محطوطه تحت ستريس بشكل كبير جدا. ودي سمه البطل. تملي البطل كل الضغوطات عليه كل الانظار عليه الناس عايزه تنول منه. هو الكاف مش حط النادي الاهلي بس هو حط النادي بالزبط. الاهلي باللعيبه مجلس الاداره بكابتن بالزبط. محمود الخطيب بالجماهير بمشجعي الاهلي اللي هم مش مصريين حتى. فيعني انا عايز اعرف يعني ليه برضو السؤال هنا يكمن او يتبقى التساؤل ليه. يعني في مجاملات واضحه في الاتحاد الافريقي خصوصا ان هم برضك عندهم عضو وعضو بارز بالنسبه لرئيس الكوره هناك او الرابطه بتاعت المغرب عضو بارز في الاتحاد الافريقي فاكيد في مجاملات بالنسبه لهم بشكل كبير. كمان حتى موضوع ان المباراه تبقى النهائيه موجوده في المغرب فاكيد كل الحاجات دي الاتحاد الدولي ملوش قول في العك اللي بيحصل ده. لا لا بعيد انجاز التعبير يعني ملوش قول. واللي يحزنك كمان ان الاتحاد الدولي والكاف بعيد قوي عن الكلام ده وان القاره الافريقيه للاتحاد الافريقي احنا قاره كبيره طبعا ومفروض يبقى لنا لوائح واستراتيجيه ونظام يا كريم زي اوروبا كده احنا مش اقل بالعكس لازم الحاجات دي تتحط لها معايير ومقاييس ويتقال البطوله دي مثلا سنه 23 هتتلعب مثلا في المغرب سنه 24 هتتلعب مثلا في تونس 25 ابطال الكاس هتتلعب في الحته وهكذا. فنتمنى يبقى احنا عندنا مشاكل اداريه يا كريم يعني بقالها سنين طويله جدا على القارة ككل والمشاكل الإدارية ديت بتعمل لنا الزنقات اللي احنا شايفينها خلال بتعمل الفترة الأهلي بس بس يعني المتضرر الوحيد بالزبط. هو دايما بالزبط. النادي الأهلي بس طيب بالزبط. عموما عشان